الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا، أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس يقول لك أنا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مدة وحصل وحصل وحصل، أبص في بقه الضرس مش موجود أصلا. مساء الخير، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي، ملوش اي علاقه. العقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه تدخل عقل بالسعاده ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. بدايات تطور طب الأسنان قديمة جداً، برع فيها القدماء المصريين وحضارة بابل وقبائل المايا في أمريكا الوسطى والجنوبية اللي مارسوا زراعة الأسنان الصناعية واستخدموا حفارات يدوية مصنوعة من الخشب. أما حضارة الهنود الحمر في القارة الشمالية فاستخدموا الذهب في حشو الأسنان ومارسوا زراعة الأسنان وإعادة غرس الأسنان كما فعل القدماء المصريين. وقد لا يعرف الجميع أن العرب أيضاً أسهموا في تطور طب الأسنان في العصور الوسطى على يد الجراح الأندلسي أبو القاسم الزهراوي اللي عاش في الأندلس ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي، وكان أول من وصف طريقة زراعة الأسنان باستخدام عظام الثور، ملهماً لمن جاء بعده في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين. حقنة البنج الأول كنت بخاف منها، دلوقتي لا، متوترة. أكتر حاجة إن الأدوات لازم أن تبقى معقمة عشان فيروسي ومش عارفة إيه، ببقى قاعدة بقى موسوسة شوية يعني. حقنة البنج ما بتخوفنيش لأن أنا بخاف منه، بس الأدوات بتاعة الأسنان علشان الفيروس نقل فيروس سي. لا، هي حقن البنج عامة بتبقى صعبة يعني، مش أي حد يقدر يستحملها. إبرة البنج والمعدات اللي هي بيقوم بعملها تنظيف الأسنان وتسليك الأسنان والمعدات كلها عشان بتبقى حملة نقل المرض، أو ما تعقمتش كويس أو ما عملش عملية كويسة في التعقيم، فتبقى سهل جدا أن نقل الأمراض وخاصة فيروس سي. أهلا بكم، يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان. خليني أقول لكم أنه الحكاوي النهاردة كتير، لكن هبدأ بواحدة من أقصى بالسين من أقصى أنواع الحكايات حول طب الأسنان. حكاية رصدتها ديلي ميل البريطانية عن آدم مارتن. آدم مارتن ده 41 سنة وهو بيأكل فشار، على حد التعبير قطعة فشار، دخلت قطعة الفشار الصغيرة ما بين سنانه ما بين ضرس والسن، وبدأ يحاول على مدار كام يوم أنه يخرجها بكل حاجة. استخدم بقى، قالوا إيه؟ استخدم غطاء قلم، مسواق، قطعة بلاستيك، وبعدين بدأ يستخدم مسمار معدني رفيع. وبسبب ده كله انفكشن بدأ يجيله في اللثة، واللثة بدأت تلتهب، وامتد الالتهاب من اللثة إلى تيار الدم، ومن تيار الدم أصاب صمام في القلب، وكانت النتيجة إن صمام في القلب التهب.
ودخل في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، منها التهاب كمان في غشاء محيط بالقلب. كل ده وصله إلى أنه يدخل غرفة العناية المركزة، والسبب حتة فشار. هو دي هي الفشارة دي. وطبعا المسمار المعدني اللي استخدمه، وهو والحاجات التانية كتير اللي استخدمها. في ناس بتتفرج عليا دلوقتي تقولي طب ما انا جربت حاجه زي دي قبل كده، وياما بلبست قلم بحته سلكه صغيره بتاع عود كبريت قطمته من النص كده ورفعته وما حصلليش حاجه. فلت مره ويمكن اتنين، لكن التالته ثابته. فلت يمكن وانت عندك 30 سنه، لكن بعد كده هيحصل لك مشكلة، أو في يوم من الأيام هيحصل لك مشكلة في منتهى الخطورة. فخلي بالكم هذه القصص حقيقية وموجودة بره وموجود زيها هنا، وممكن ما تتشخصش ويكون السبب بداية القصة التهاب في اللثة. تعالوا بس الأول نقرب من قصص مثيرة جدا ومهمة جدا النهاردة، زي ما قلت لكم قصص كتيرة وقصص مثيرة مع ضيفتي العزيزة التي تبدع دائما في حوارها وتبدعني بهذه القصص المتميزة للغاية. طبعا ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب قصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين بكلية الطب قصر العيني، صاحبة ماجستير جراحات الفم والأسنان والحاصلة على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا وعضو جامعة الأمريكية لجراحات الأسنان. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا دكتور أيمن. من معظم في الأسنان معظم النار من مستصغر الشرج. طبعا هبدأ بالقصة الأولانية، القصة المهمة قوي. بتقول هي ركبت على زرعة طربوش، للأسف بتقول إن الطربوش ده طلع لونه رمادي وفي حس اسود واضح. ايه القصة دي؟ ايه اللي حصل وايه الحال؟ القصة دي قصة مشهورة جدا، إن احنا غصب عننا في الدنتستري عموما لازم نجمب قدام كتير ولازم نجري علشان نحل مشاكل المرضى اللي هي تعتبر مشاكل تجميلية. لأن إحنا لو فكرنا هنلاقي إن المريض كل اللي هو محتاجه إن هو يركب طربوش حلو يأكل عليه، مش مجرد طربوش يأكل عليه. زمان كان الناس بتعمل إيه أو الدكاترة بتعمل إيه؟ بتركب لك طربوش وخلاص، لكن مش حلو. دلوقتي الناس بتبقى seeking for perfection، عايزين الأحلى أو المثالي أكتر. عشان نحل المشكلة ديت، دي حاجة أنا بعملها والتكنيك موجود في الكتب، بس ما فيش حد كتير بينفذه لأنه تكنيك متعب جدا ومكلف جدا. لو جيت قلت للمريض أنت هتدفع ثمن الطربوش مرتين أو ثلاثة، طبعا ده مستحيل. بس أنا بعمل كده حتى لو أنا مش هكسب، بس أطلع الحاجة perfect. يعني مثلا الحالة دي، الحالة ديت فيها فكرة مبدئيا. هي الحالة ديت احنا مركبين لها الفينيرز اللي قدامك دي كلها، لان هي جاية من بسنان لونها اصفر وشكلها مش جميل، والسنتين الجانبيتين دولت مفقودين. فاحنا اول حاجة عملناها ان احنا ركبنا فينيرز، حتى تعرف انها فينيرز ازاي من الجنب، هتلاقي الجنب بتاعها مش متغطي، جنب السنة مش متغطي. عملنا زرعات، الزرعات ديت بتتحط بعمق معين، يعني الزرعات دي ليها فكرة. لازم الزرعات ديت بتتحط بعمق معين، لأن الناس بتجري ورا كلمة الأرخص. أنا روحت لفلان أو فلان عامل إعلان الزرعة بأكس، يطلع الأكس ده ما يجيبش ثمن الزرعة. طب إزاي؟ أنا نفسي مش فاهمة على فكرة لحد دلوقتي إزاي، بس مش مشكلة نعديها. الزرعات ديت ليها طول وعرض ويتحط في كثافات معينة، ومش كل واحد ينفع له كل أنواع الزرعات. وفي حاجات قريبة من الجيب الأنفي محتاج شكل معين للزرعة، في زرعات عايز ديامتر معين، يعني ديامتر تخانة معينة أو عرض معين، سمك معين، محتاج حاجة قليلة قوي عشان المكان. في ليها حسبة، مش الموضوع مع الناس بتفكر ازاي تجري ورا التكلفة، مش تجري ورا النتيجة، لا انا بجري ورا النتيجة. قدرنا نحطها بعمق معين بديامتر معين عشان اطلع الشكل في الاخر زي بعضه بالظبط. خلصنا القصة دي، هنيجي بقى لقصة التركيب. التركيب دي بقى هي دي القصة كلها. احنا الجزء اللي لونه رمادي في موف ده الجزء اللي بيبقى جوه الزرعه، ده بيبقى غطسان جوه، العيان ما بيشوفهوش. الجزء اللي بعد الرمادي هو ده اللي بيبقى ظاهر في بق المريض، ده اللي المريض بيشوف جزء منه او بيشوف الخيال بتاعه. احنا بقى هنا عملنا ايه، او الناس عاده الدكاتره اللي بتطلع الشكل الرمادي بتعمل ايه؟
بتعمل حاجة، إن هم بيركبوا الطربوش على الجزء الرمادي اللي باين على طول، ما بياخدش مرحلة قبله، ما بيعملش بطانة. ليه؟ لأن البطانة دي مكلفة جدا، يعني أنت هتقول للمريض ادفع ثمن الطربوش مرتين، تكلفة عالية جدا. بس أنا ببقى عايزة البرفكشن أهم عندي من تكلفة، أو أهم عندي من أني أطلع هامش ربح. ده الشاسيه. بص الشاسيه دوت، أنت قدامك الفتحة اللي بتدخلك على الزرعة طلع قدام. تخيل لو ده شكل الطربوش وهو الخرم دوت موجود، بيجي الدكاترة اللي بيشتغلوا بالتكنيكس القديمة يقوم قافل الحتة دي بحشو أبيض وخلاص. يبقى لازم الحتة دي هيبقى لونها مختلف، لأن الحشوة ليها انعكاس ضوء غير الطربوش، وعندك من وراء البطانة اللي هي الزرعة بتديك انعكاس ثالث، بيديك شكل مختلف تماما غير اللي انت عايز توصله أو اللي انت عايز تعمله. فاحنا هنا عملنا ايه؟ عملنا اول حاجة البطانة. وهنا في فكرة، الفكرة دي عميقة جدا، وبرضو مش اي حد بيشتغل التكنيكس معقدة ومكلفة. احنا هنا عاملين الطربوش دوت سكرو ريتيند. يعني ايه؟ يعني الطربوش دوت بيدخل في الزرعة بمسمار. ليه؟ عشان ما يحصل اي مشكلة وعايزة انا اشيل الطربوش، ساي لونه مش عاجبك، عرضه مش عاجبك، عايز تلمعه زيادة، عايز تغمقه شوي، اي حاجة، هنعمل ايه؟ هنقوم داخلين في المكان التيوب ديت او الممر الاسود ده بمفكه كده عادي مخصوص طبعا لكل زرعه، بتفك انت الطربوش دوت او البطانه الداخليه دي، بتشيل، بتقوم انت مغير مرجعها له بربطه مسمار. ده احسن لك جدا في ايه؟ قللت السيمنت، لان ماده اللزق اللي هي السيمنت دي بتعمل التهابات وبتعمل مشاكل حوالين الزرعه، بتقلل عمر الزرعه، فانت بتقلل استمنتيشن خالص، انت شغال سكرو ريتيند. ماشي. تاني حاجه بتخليها مور اكيوت، يعني انت لما بتقفل بتقفل بمسمار، فانت بتقرط كويس، ما بيبقاش فيه فراغات. لما بتحط طربوش بلزق وارد جدا انه ما يكونش داخل في مكانه 100%، انت ما انتش شايف بعينك حاجه، لان اول ما بتدخل الطربوش اللزق بيبقى حواليك شيء مغطي كل الاماكن. مش دي المشكله الاولى. المشكله الاساسيه ان السمنت دوت لو دخلت منه باي بواقي في اللثه بيعمل التهاب، لو دخلت بواقي عند الزرعه بيعمل فيها بيري امبلانتايتس وبيعمل مشاكل بعد كده، يعني بيقلل حوالي. يعني بيقلل عمر الزرعه. يبقى احنا قللنا الفكره بتاعت ان هنعمل حاجه سكرو ريتين. بعد بقى ما بنمسك الشاسيه ده كويس في الزرع بنحط له طربوش تاني من بره. يبقى انت كده عملت كام طربوش للسنه الواحده؟ طربوشين مش طربوش واحد. التكنيك دوت مفيش حد بيعمله لانه مكلف جدا وليه انسترومنتس اكتر، انت بتكلف اكتر، بتكلف الحاجه اكتر، بس ده في سبيل ايه؟ اطلع الشكل كده. لو ركزت جدا في الصوره هتلاقي ان الطربوش اللي متركب على الزرعه بالظبط لون السنان الاماميه، ولا رمادي ولا غامق ولا شافف، اللون الرمادي بتاع الزرعه. فانت كده وصلت العيان للحاجتين اللي هو عايز يوصل لهم. بص الانعكاس الضوء هنا شكله ايه يا دكتور ايمن؟ بجد موضوع متعب متعب عشان نوصل للبرفكشن ده، عشان نوصل لانعكاس الضوء ده، عشان نوصل ان العيان فعلا يطلع ناتشرال ابييرنس، ما فيش اي حاجه متركبه، هو خلقت ربنا من الاول للاخر، ما مدناش ايدينا يطلع بيرفكت. المريض دايما بيدور على حاجتين، بيدور على طربوش حلو، بيدور على طربوش ياكل عليه، يعني الجمال والفانكشن، بيدور على الحاجتين دول. انت بقى تقعد تقول له هتزرع، هتتكلف عظم، هترفع حاجز انفي، هتستبعد عصب، هو ملوش في كده، اعمل اللي انت عايزه، ده مش قضيتي. كل الافورت اللي انت بتبذله، الميديكال افورت اللي انت بتبذله سيرجيكال، العيان ما بيحسش بيه خالص. هو بيجي يقول لك في الاخر الطربوش لونه غامق، لونه فاتح، ما بيبصش قد ايه الافورت اللي انت عشان توصله اصلا لمرحله الطربوش. بس انا عشان اعمل المعادله دي غيرت التكنيكس بتاعتنا خالص، بقينا نشتغل سكرو ريتين، بقينا نشتغل الطربوش طبقتين وبنفس التكلفه. ما بقولش العيان انت دابل فيز، لا، بس عشان اوصل للنتيجه دي. الحته دي تخليني اقول برضو انه في تفاصيل كتيره ممكن العيان بعضهم يهتم فيها، بعضهم يعني مش هيقدر يستوعب الكلام العلمي التفصيلي، لكن كلهم اللي مهتم بالتفاصيل العلميه واللي مش مهتم بالتفاصيل العلميه، الاثنين مهتمين بحاجه تانية، النتيجه. انا صح. يا عم في الاخر ليا ان انا اطلع شكلي حلو،
اقدر ادو اعمل كل حاجه بسناني حلو. الشكل، الوظيفه، الوظيفه اللي في النص ده كله ما بي ما العيان ما بيفكرش فيه اصلا، ما بي وبينساه، ما بيفتكرش هو تعب مثلا ان هو عمل كام زرع او 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 ما بي بينسى كل التفاصيل دي. زي بالظبط انت لو رحت مثلا لحد بيفصل لك حاجه، انت مالكش اي علاقه هو تعب قد ايه، هو ليك في الاخر الحاجه طالعه فيت ولا لا. هو ده بالظبط نفس طريقه تفكير المريض لما بياخد كراون. السؤال الثاني سؤال مركب شويه. عين شكله فاهم قوي، بيقول انا ركبت تركيبه وكنت خايف من الحز الاسود. حلو قوي. راجل مذاكر وخايف من الحز الاسود وعارف ان في حز اسود بس ما طلعلوش حز اسود الحمد لله. هنغير اللون بقى، طلع له حز بامبي. والسنه طولها مش حلو والشكل مش طبيعي. هي الحقيقه القصه دي كلها تخص بنت. لازم تخص بنت. بنت عندها دقه في التوصيف، لازم تخص بنت. محدش هيدقق قوي غير لما يبقى بنت. انا بقى بص خلي بالك لما قالت الطول مش حلو، فانا ببصيت على البتاع على لقيت ايه، هي بيقول ركبت تركيب ماشي مش باينه وهي في بس هي ما فيش حد اسود، ده في حد ذاته تقدم. بس بقى قلب بقول انا بنغير الالوان. طيب هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه قريبه جات لي في المركز متقاربه مع الفكره دي. وهي برضو ست كانت عامله تركيبات شكلها وحش، وهي عاملاها عند حد معروف، وكانت بتقول انا فعلا تعبت لما وصلت للنتيجه ديت، بس انا مش قادره استوعب ازاي بعد كل دوت ويطلع الطربوش شكله مش طبيعي. العيان كون انه يوصف اسود، يوصف رمادي، يوصف بامبا، الخلاصه كلمه واحده not natural، ده مش طبيعي. الطبيعي مش هتعلق عليه، مش العيان مش هيلاقي كلمه ينطقها، خلاص ده طبيعي. طالما العيان علق يبقى هنا في مشكله. المشكلة ديت ليها شقين، أعتقد إن الحالة دي ممكن تكون أقرب ما يكون للبنوتة اللي بتتكلم. لو تاخد بالك يا دكتور أيمن، الطربوش اللي في الشمال عالي عن الباقيين ولونه ورقبته لونها بامبا. ده منظر مش طبيعي واللون مش طبيعي. نمسك حاجتين، نمسك اللي هو سنة اللي هو سنة. اللي هو جنب السنتين الأماميتين. الموضوع دوت ينقسم لشقين. أول حاجة لون وطول. اللون مش مظبوط ليه؟ لأن دوت نوع من أنواع البورسلين، وعلى فكرة ده بورسلين مش معدني. البورسلين خامته مش حلوة ومعتم. المريض دايماً بيحاول إن هو يبقى نظرية التخوين، الدكتور ليه يعمل لي الطربوش بالمبلغ ده وأنا ممكن أعمله عنده دكتور تاني بعشر المبلغ ده علشان الكواليتي. ده نوع من البورسلين مش كويس، معتم كانه معدن بس لونه ابيض، شكله غير طبيعي. انت حتى لما تبص له تحس ان هو ما فيهوش حياه، كانه هو لطعه سيراميك مش حلو. دي اول مشكله. المشكله الثانيه ان هو علشان يهرب من التجميل اللفى عامل لون بامبا، قال يعني هو ده الحز البامبا بتاع اللفى حطه في البورسلين. البورسلين الملون حاجه حديثة بس استخدمت بطريقة مش مظبوطة، ما يستخدمش كده خالص. فهو عمل ايه؟ ادى سنة الامامية، دي اسمها امامية، ادى سنة امامية في بنت شكلها وحش. اول ما تبتسم كل الناس عينها هتروح على السنة دي، دي سنة مش ناب، كل الناس عينها هتروح على السنة دي شكلها وحش. طيب القصة دي بقى حلها ايه؟ القصة دي حلها ان الدكتور ده لازم يكون مذاكر تجميل اسنان، مش مجرد دكتور تركيب ابرد الزق، لا. لازم دكتور التركيب يبقى عنده فكره، يفكر انا لما اعمل الطربوش ده هيطلع شكله ايه؟ طب لما يطلع طويل ومعتم يبقى انا عملت ايه؟ طب ما العيان هيجي يقول لي انا مش راضي، التركيبه شكلها مش طبيعي، انا مش مبسوط. فهو دوت الفكره اللي بتفرق ما بين دكتور والتاني او مركز والتاني. إن في واحد فكر في قدام وواحد فكر قدامه بس أو بص تحت رجله. بص يا دكتور أيمن، النتيجة مفيش فرق في اللون، مفيش فرق في الأطوال، السنان شكلها طبيعي جدا. إيه اللي إحنا عملناه؟ ما عملناش أي إعجاز،
احنا بس فكرنا اول حاجه الحاله دي لازم يتعمل السنان كلها فينيرز. قبل ما نعمل الفينيرز لازم نعمل تجميل في اللثه، لازم نظبط المستوى السنان اللي قدام تبقى نفس طول السنان اللي ورا، او تظبط المستوى بطريقه عاديه طول عمر الناب اطول من اللي جنبه، حاجه بسيطه قوي. السنان الاماميه عريضه، الجانبيه رفيعه، بعد كده تدخل في الناب، بعد كده تدخل في الضواحك، لازم يبقى في ترتيبه في الطول من حيث اللثه، ولازم يبقى في ترتيبه في الاحجام، بتتدرج الاحجام بشكل احنا بنبقى فاهمينه لما بنطبق الكلام اللي احنا مذاكرينه ده في بق المريض يدي الشكل الطبيعي. الاسنان الاماميه عريضه، الجانبيه اقل، بعدها ناب، بعدها لازم ليها شكل. ده الشكل النهائي. بص حتى هتلاقيها بتضحك بنفس، قبل كده كنت بتصور وهي قافله او مش متضايقه من الوضع. المشكله دي عشان تتحل في عقبتين هيقابلوا المريض او بيقابلوني انا مع المريض، لان انا اللي بحط البلان وانا اللي بشخص وانا اللي مسؤول عن النتيجه. لما بتيجي انت تكلم المريض تقول له حضرتك هتعمل تجميل في اللثه، يعني دي عمليه، وهتعمل فينيرز لكل اسنانك، يعني انت بدل ما بتدفع اكس هتدفع 10 اكس. ليه؟ لان انت مش هتعمل طربوش، هتعمل 10. فيجي يقول لك ايه ده، لا خلاص انا كده كفايه عليا الطربوش اللي شكله وحش، ابو حدود بامبا او حدود سودا او. ده اللي بيخلي الدكاتره اللي بتطلع الشغل الوحش تطلعه وحش، لان المريض مش موافق ان هو يعمل الخطه التجميليه مظبوطه، فالدكتور يمشي على كلامه فتتفاجأ في الاخر نتيجه غير مرضيه، فيحصل الكلاش اللي بيحصل، اللي هو انت اللي طلبت، طب ما انت الدكتور، طب ما انا المسؤول، لا انت اللي طلبت. تبقى هي دي الحوارات. انا بعمل لي حاجه ظريفه جدا، انا بقول هو ده الصح ومش هعمل غير الصح، علشان ايه نقفل الكلام دوت خالص، لان انا عارفه، ببقى عارفه 27 سنه شغل، ببقى عارفه اللي هيحصل ايه بعد تاني يوم اسلم الطربوش. فانا ما بقتش امشي ورا من فضلك اعملي على مسؤوليتي، ما بقتش احب الجو دوت خالص، بقيت اعمل الحاجه الصح، يعني هعمل الصح علشان ده المنطقي في كل فروع الطب. والله يعني ده في كل فروع الطب لازم تعملي الصح، مش مفيش. والمفروض بص النتيجه يا دكتور ايمن، بص ابتسامتها، بص اللمعه بتاعه الاسنان طبيعيه جميله مريحه للعين، اللون نفسه مظبوط مع بشرتها، انت لما تبص تحس ان انت حابب تبص، جميله اللون، الرسمه، اللمعه. بص بقى الافتر والبيفور، بص الصفار، وبص بص المنظر مختلف. حالة الثالثه حاله بقى فيها كل الخلاصات بتاعه الشيزوفرينيا اللي عندي ناس كتير. شيزوفرينيا بجد؟ شيزوفرينيا ولا سكيزوفرينيا؟ لا سكيزوفرينيا طبعا. سكيز شفت بقى بقيت دلوقتي بصلح. بس هي معروفه طبعا في اللغه العربيه. في الأفلام. لا 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 في اللغه الاتنين لما اترمت من فوق البرج باين كان بيقولوا شيزوفرينيا. لا ده كان ما كانش في البرج، ما كانتش سعاد حسني. لا كانت طلعت البرج ورمت نفسها، يمكن قالوا دي شيزوفرينيا. من ساعتها واحنا بنقولها لما دخلت بقى كليه الطب اسمها سكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا طبعا، بس هي ترجمه الحرق. لا لا عادي قوليها شيزوفرينيا عادي. والله هي ترجمه من الانجليزيه للعربيه، نقدر نقول اي حاجه. اوكي لكن هي سكيزوفرينيا بتقول ايه؟ اللي بيقول ايه؟ عشان ما فيش احنا عندنا سكيزوفرينيا. بيقول كان عايز يزرع لكن خايف، حلو شوف عايز يزرع بس ايه، بس خايف، وعايز يعرف الخطوات زراعه ايه بالظبط، وهل لازم ازرع الفكين مع بعض الاثنين، يعني يقصد فوق وتحت. ما هي مش فكين، هي فك. لا فكين، فوق وتحت. فوق وتحت فكين، ما هو فك واحد. لا لا ده اسمه فك وده اسمه فك. اوكي ابر ولور. شكل العام بالعلم انا اعاني من فقدان في العظم. بصي تركيبه بقى مش صعبه، ما مش صعبه، انا بتكلم على تركيبه ثقافه. يعني عايز اعمل حاجه وخايف وعايز افهم قوي، بس انا عندي مشاكل في العظم، فراح مدخل احاسيس مختلفه مع بعض في مشكله واحده. نفس المشكله دي كانت عندي امبارح في واحده ست كانت 53 سنه، بالنسبه لي صغيره خالص يعني، فضلت خايفه لحد ما جات لي بقى امبارح. مش فاضل الا اربع دروس في بقها، اتنين فوق واتنين تحت. فقلت طب الخوف هيكمل، فاضل اربعه هنكمل خلاص، هو كده خلاص فاضل ايه؟ هنفضل خايفين لحد امتى؟ خلاص انت جيتي، ناخد بقى الخطوه ونكت بقى الكلام ده. فقالت لي طب ما هو مش ممكن نعيش بالاربعه؟ قلت لها لو كنت عارفه تعيشي ما كنتش جيتي، لوجيك صح؟ ده هي منطقيه، هي رد على نفسها.
هي نفس الحالة. في دلوقتي الحالة دي فيها ثلاث عقبات. أول عقبة الخوف، تاني عقبة هيعمل فك ولا اتنين، السيلكشن هيكون إيه؟ الحيرة. تالت حاجة العظم. الخوف والحيرة والقلق، دول كلهم ليهم علاقة بالبيشنت، يعني دي كلها أحاسيس المريض. طيب الناحية العلمية، فكين وفقدان عظم، يبقى احنا كده عندنا موضوعين لازم نفكر فيهم. الناحية بتاعت المريض اللي هو الخوف والقلق، ده طبيعي، مفيش حد في الدنيا بيروح يعمل أي حاجة في أسنانه وما عندهوش خوف وقلق، حتى غير منطقي، صح؟ دي حالة مماثلة طبعا، ده واحد فضل خايف لحد لما فقد كل أسنانه، خلاص ما بقاش عندنا أي حاجة. ده بالعكس، الحالة دي بقى قعدت في إيه؟ ده فقد العظم واللثة، يعني كده أنا ما عنديش حاجة، أنا هضطر أزرع لثة وعظم، كل حاجة بيجيب كل حاجة. طبعا دي الصورة من غير سنان ما فيهاش أي فكرة، يعني حد ما من غير سنان خالص. لازم الأول، أول حاجة خالص، لازم نحط المبدأ بتاع الخطوات لازم تمشي صح. إيه الخطوات؟ أول حاجة خالص لازم نعمل أشعة مقطعية. الأشعة المقطعية بتبين الطول والعرض. لو أنا محتاجة عظم بتبين لي كل الفك، أنا دلوقتي عايزة عظم، أعمل إيه؟ طبعاً أنا عندي عظم آدمي وعندي أنظف عظم في العالم وألماني، بس أنا عشان أرفع السكسس ريت لازم أخذ من المريض عظم، ده في حالة فقدان عظم بكمية كبيرة. عشان أنا أخذ من المريض عظم في أماكن معينة في نهاية الفك، هي ديت اللي باخد منها عظم، وفي في المقدمة تحت، بس دايماً أنا ببقى عايزة من ورا، مش ببقى عايزة من قدام، علشان الورم وعلشان خاطر ما أعملش أي حاجة قدام، دايماً باخد من ورا. طيب أنا دلوقتي علشان أخد من ورا من غير أشعة بظهرالي الأماكن اللي أنا هاخد منها، ما أنا مش هاخد من أي حتة، لازم الحتة دي تبقى الطول والعرض والكواليتي حلو، يبقى أنا كده محتاجة أشعة على إيه؟ على الفك كله. طيب بيجي العيان كل يوم، أنا كل يوم في نفس الهاسل ده، هو عايز يزرع مثلا الدرس رقم 6 تحت، يجيب لي أشعة على الدرس رقم 6. طب حضرتك أنا مش شايف 5 ولا شايف 7 ولا شايف الفك المقابل، ده لو انت جيت على ألف به زراعة مش غلط بس مش صح، لأن انت أكيد لما بتزرع انت عايز توصل لإيه؟ لدرس حلو تاكل عليه. أعرف منين إن أنا عندي مكان أركب عليه طربوش أصلاً؟ أنا ممكن جداً يبقى عندي مكان أزرع فيه بس العضة الرأسية، العضة الرأسية ما فيش مكان أحط عليه طربوش، فأنا هعمل إيه بعد ما أزرع؟ أقولك سوري والله الأشعة اللي حضرتك كنت جايبها مش جايبة السنان اللي فوق، فأنا ما كنتش عارف فوق وضعه إيه، مش عارف العضة الرأسية بالنسبة لي وضعها إيه. طيب تيجي وإنت شغال تلاقي إن ما فيش مكان، ما فيش عظم كافي تزرع، وإنت شغال محتاج حتة عظم بس تدعم بيها، هتعمل إيه؟ مفيش عندك أشعة، يبقى أنت كده وقفت. الصح أعمل أشعة كاملة. بعد كده باخد أنا هعمل كام زرعة، الأول عندي كام درس ناقص وعايزة أوصل لكام درس، ما مش كل عيني بيقولك ركب لي فك كامل، في ناس تقولك ركب لي اللي قدام لحد الضواحك وكفاية على كده، أنا مش عايزة أركب ورا. يبقى التاني حاجة لازم أوصل كام زرعة، العظم بقى اللي عندي ده يشيل العدد الزرعات اللي أنت عايزها ولا لأ؟ ده موضوع مهم جدا. يبقى أنا لازم هختار عدد الزرعات بناء على العظم والكواليتي بتاعته، الجيب الأنفي، الأعصاب القريبة إيه، العصب الوجهي، الأعصاب كلها وضعها إيه، وبناء عليها هختار هدعم عظم ولا لأ. العظم ده هاخده كله من العيان ولا هحط من عندي عظم آدمي ولا هعمل ميكس؟ غالبا بعمل ميكس غالبا. يعني الزرعات هحطها فين؟ ده كله الاختيار التاني. كل ده بعد ما استبعدنا عامل أنا خايف أنا قلقان، لأن حقيقي الموضوع ولا مؤلم ولا بتحس بحاجة إطلاقاً، لكن برضو فرانكلي سبيكينج بعد ما نخلص لازم يبقى فيه شوية وجع. ما حضرتك لو عندك ودنة في ضفرك ما تقولش أنا مش توجعك، ما هو برضو غير منطقي، لازم يبقى فيه، بس إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل بروتكشن قوي جداً، بندي أدوية كويسة مضاد التهاب مضاد تورم، بنقفل على الموضوع، وقبل ما مد إيدي ببقى دارسة حالة الدم، في أمراض دم، في أمراض مناعية، في سكر، في ما برضو ببقى قاري الحالة من الأول، إحنا ماشيين في الطريق شكله إيه. بعد ما بنوصل للمرحلة دي، وعايزة برضو أوضح لك، بص الزرعات طلع الشكل الجم شكله إيه، بص مدور وجميل إزاي، لونه جميل، إحنا مفيش بقى لسه مهربدة، مفيش لون وحش، مفيش شكل غير طبيعي. دي ده تكنيك، يعني دي بتتحط لها حاجة اسمها مشكل لثة،
برضو نادرا ما حد يكون بيستخدمه في طب الاسنان لانه مكلف، مكلف وقت ومكلف ماتيريال. ده مشكل هتلاقي كلها خرام زي بعضها. دي ليه؟ علشان الترابيش لما تتركب تديك منظر طبيعي جدا كان فعلا السنه دي طالعه من العظم. وصلنا للشكل ده، اسنان مرصوصه، شكل لائق طبيعي جدا، معوضين اللثه، معوضين العظم، معوضين كل حاجه. اللون البامبا دوت احنا معوضين اللثه، الطول والعرض ده بقسنا بيه الارتفاع الراسي، لان ممكن تعمل سنان يجي العيان يقولك انا مش عارف اكل عليها، ما بتندخش الاكل معايا. ليه؟ العضه الراسيه كبيره اكتر من اللازم او طويله اكتر من اللازم. ممكن تعمل العضه الراسيه قليله جدا تلاقي ان هو بيجي يندغ، بيبذل مجهود كبير، مفصل الفك بيتعب، العضلات بتقل ان هو بيضغط اكتر من اللازم عشان ياكل. بيطلع هنا رينكلز واضحه جدا، بيبقى بعد ما ركب سنان بيبقى شكله عجوز. المفروض لما تركب سنان ترجع شباب، مش ترجع ما يبقاش الشكل اقل من العادي. فدي كلها افكار، الافكار دي احنا بنتعب عشان نوصل للبرفكشن، انك تطلع شكل طبيعي جدا. ده شيء متعب مكلف، فلازم المريض يبقى مستوعب ايه هي الخطوات، هنوصل لايه امتى. ده بيهمني جدا، لان مش كل الناس هيدخل من عندي يطلع باسنان، في ناس كده بس في ناس برضو مش كده. تعالي نسمع ابو العريف. ابو العريف ده بيفتي وبيقول كلام يعني ممكن ما يفتيش في الزراعه وانا قاعده، بس بيفتي في كل حاجه. هو يعني هيفتي في الزراعه اي حد طالما بصي اصل الفتي في الزراعه بيزعلني، يعني خليه يفتي في اي حاجه. ابو العريف ده احنا بنشوفه كل يوم، ده احنا بنشوف ابو العريف ابو دم خفيف. في ابو العرفين اللي بجد بقى، لا اللي دمهم تقيل. لا دمه تقيل يعني ايه؟ ابو العريف ده لما هيجي يفتي، يفتي مع مين؟ يفتي مع صاحبه على القهوه. لكن لما تلاقي ناس ملهاش اي علاقه بالطب وطالعه على شاشه تتكلم في الطب، ده مش ابو العريف. لا دي ازاي طيب؟ ما ينفعش. بيحصل. اللايسنس فين؟ مش لا مجرد انه يتناقش، مجرد انه يقول رايه، مجرد انه يسال بطريقه غلط اساسا. ما احنا بنشوف كلام زي ايه ده، ده بيخلي المنظر. وهو طبعا هو يعني لما يكون مش دكتور ومش فاهم في الطب، لا هيعرف يقيم هو مستضيف مين، ولا هيعرف يختار اللي صح، مش عارف يعمل حاجه صح. هنلاقي في الاخر مهزله، والناس في الاخر هتقول لك اللي قدامنا ده مهزله. ما هو دوت، ما هو انا بقول الاعلام عليه دور، الاعلام مهم، لان ده تخبط جدا. انا نفسي بسمع حاجات فيها تخبط، لان الكلام مش منطقي، مش مظبوط، لانه مفيش حد فاهم كتير موجود. وده المشكله اللي احنا بنقول، وده اللي بيدعم النظريه بتاعه دايما العيان قلقان من الدكتور ومخونه. دي اكبر مشكله، لان الداتا بتوصل له متضاربه، ودي اكبر مشكله من وجهه نظري. دي الثقة، دي الفتايين اللي بيفتوا، ابو العريف اللي هم عاملين نفسهم بيفهموا. ودول انواع بقى كتيره، يعني على السوشيال ميديا في كارثه دلوقتي اسمها ناس بتطلع تشتغل لصالح ال تعمل بروباجندا بلا معنى، حاجه بلوجرز اللي بيسموهم بلوجرز او ممكن قوي حضرتك تستغلي ان انت ليكي متابعين في انك انت تروجي لطقم كوبايات. حلو. والله تقولي طقم الكوبايات ده حلو قوي، او طقم العبايات ده ممتاز. لكن انت ايش فهمك في الموضوع الطب عشان تتكلمي عن الطب، او ايش فهمك؟ يعني ده موضوع مش سهل يا جماعه. فهي ديت اللي خليني اقول ان ابو العريف يعني، او تكون كده فعلا عملت سنانها عند دكتور معين فبتتكلم عنه كويس. نوت باد، لان هي بتبقى شخصيه معروفه والناس بتثق في رايها، فده في حد ذاته كويس. والله لو كان بنيه يعني صافيه، يعني ممثلين كتير وكلهم لا لو كانت أسماء بنيه اي كلاس، لا لو كانت بنيه كويسه يعني في اي كلاس بيجي يقولك انا مبسوط من دكتور اسراء عملت لي شغل حلو، ده عادي. لا لو بنيه كويسه انا بعمل كده، لكن لو دي بروفيشنال بتاعتي دي لا مش صح. يعني هيبقى وراها عليها علامات استفهام كتيره جدا، لان صح. لان انا ممكن انا بشتغل، يعني انا مش القصه انا بنقي بقى، انا بنقي ده بتجيلي كده، مش بعمل حاجه على اساس علمي. طيب خلينا نسمع ابو العريف ونرجع نقول كلامنا تاني، يلا بينا.
يا باشا بقول له احنا مسافرين الويك اند ده وهنخربها، رتب نفسك بقى عشان عاملين حسابك معانا. قال لي لا بلاش انا الطلعه دي، اصلي هروح لدكتور الاسنان ازرع مكان الدرس الفاضي. يا عم هي حبكت، ما تروح اي يوم بالليل، مش لازم الويك اند ده يعني. قال لي مش قضيه ميعاد، انا مظبط مع مركز اسنان محترم ومش عاوز التكلفه تخسع معايا. تكلفه ايه يابا؟ الزراعه مش محتاجه تدقيق. لو عندك بعد الشر السكر ولا مرض مزمن كنت قلت لك اه دقق في اختيار الدكتور، لكن الزراعه في العادي اي حد هيحط الجزر التيتانيوم والباقي مش مهم الخامه، كله زي بعضه. هتفرق ايه يعني من دكتور للتاني؟ استنى هشوف لك شويه عروض موفره على الانترنت تختار منها توفر فلوسك وما تضيعش عليك سفريه الويك اند الجباره اللي اخوك مرتبها. ايوه دي في 60 ده فعلا مش ودورت ورد وانا عايزه في البذره دي هيرعاها وتكبر ولا ايه؟ لا هو يعني هو بيدور، ما هي دي الغرض، لعن الله الغرض. والله يعني بص هو فعلا فتاي. لا هو اكيد بتفرق، اكيد بتفرق، يعني مفيش حاجه اسمها بتفرق. لا في الزراعه كمان يعني مش ممكن حاجه، يعني دايما كنت دايما بقول للمرضى بتوعي ايه، ما ينفعش تيجي في حاجه داخله جوه جسمك توفري فيها، ما ينفعش. ده الواحده لما بتيجي تنقي المانيكير بتقعد تقول لك ده نوعه ايه وده لمعته ايه ودوت مش عارف ايه وده ايه، مفيش حاجه اسمها كده، ودي حاجات كلها من بره وبتتشال في ثانيه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كله زي بعضه. يعني عايز تفهمني ان مثلا الزرعات اللي مش كوتد بطريقه كويسه، اللي مش معقمه بطريقه كويسه، اللي المصنع بتاعه معروف ان هو الماركه دي تعبانه او مش كويسه او مش واخده شكل العظم او التئامها بالعظم قليل او زي الزرعه اللي بتلتئم مع العظم 100% اللي هي ما بتعملش اي مشاكل، ما متعقمه بجاما رايز، اللي ده زي بعضه، مفيش حاجه اسمها كده طبعا، مش ممكن. إذن القرار الذي يتخذه المريض ينبغي ان يكون مدروسا بدقه، وينبغي ان المريض يغير من طبيعته الشخصيه في انه يثقف نفسه. لا يثق في الدكتور، لان الناس كلها بتجري ورا الزرع الالماني. انا معاهم على فكره، انا بحب اي حاجه الماني جدا، متحيزه جدا جدا، انا عارفه ان انا متحيزه، بس انت عارف ان الالماني في منهم كاتيجوريز، عارف ان في حاجات بتوازي الكوري بس مكتوب عليها ميد ان جيرمان او ميد ان جيرماني. انت متصور ان ما فيش حاجه اسمها انا اروح للدكتور اقول له اعمل كذا، لا وثقت فيه سيبه يشتغل لك صح، لان في الاخر النتيجه هو اللي مسؤول عنها مش انت. ما نجريش ورا كلمه هي ديت اللي احنا نمشي وراها اميال، لا ثق في الدكتور وثق انه هيجيب لك النتيجه الحلوه. المريض ينبغي ان يثقف نفسه، يكون مثقف. مثقف بمعنى اشياء كثيره جدا، من ضمنها انه يكون عنده من الثقافه اللي تخليه يبقى عنده الثقه في الدكتور، لان ده جزء من الثقافه. من جزء من الثقافه انه يكون فاهم البروسيدر، لما يطلب منه حاجه اه ده مناسب، يطلب منه اشعه مقطعيه انا مطلوب مني اشعه مقطعيه اه ده مناسب، ده فعلا ده جزء من الخطه العلاجيه لانه انا قريت انه كده. بفاهم الانواع الموجوده من الزرعات او الانواع الموجوده من الارتكلز اللي بتستخدم في سواء في الاسنان او في غيرها. الثقافه ده شيء مهم جدا. نورتي. ميرسي يا دكتور. ايه ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب، وصاحب ماجستير جراحات الوجه والفكين، وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان. نورتي. ميرسي يا دكتور ايمن. خليكم دايما معانا مع الناس الحلوه. هننظر للتجميل بنظره مختلفه، نظره مهمه جدا، وفي نفس الوقت نظرة يمكن تكون علمية جدا لكن متواكبة مع الحدث المهم اللي بيسيطر على العالم وهو السوشيال ميديا. في مشكلتين في السوشيال ميديا. أول مشكلة وهي المشكلة الكبيرة فعلا، إن في ناس مش دكاترة ومش متخصصة بدأت تتكلم وتطلع تدي وصفات وتدي تركيبات وتدي وتوجه، وهم أساسا مش
دكاتره، وبالتالي احنا كاطباء بنيجي نشوف المشاكل دي كلها بشكل كبير جدا في عيادتنا. هنقيس وهنشوف العظم وهنشوف حركه العضلات، هل هيناسبك البوتوكس، هل هيناسبك حقن فيلر، ممكن نحقن فيلر فوق العظمه وهترفع لك الحاجب ويبقى شكلك حلو جدا وناتشرال. ممكن نعمل بوتوكس وفيلر مع بعض، ممكن نعمل الخيوط، ممكن نعمل كومباين تريتمنت سواء خيوط او فيلر، خيوط او بوتوكس على حسب الحاله. اللي بيحكمني الحاله اللي قدامي. البنت او الست تقدر تداري كل حاجه بالميك اب صح الا الرقبه والايدين بالضروره ويهملوا. من الحاجات المهمله جدا في سواء سكين كير والكريمات، وفجاه بتيجي بتجاعيد كتير قوي في منطقه الرقبه والايدين. احنا لازم نعمل الاسسمنت، نشوف حاله العظم وحاله العضلات وحاله الجلد. الست ما تنفعش تبقى الانجل او الزاويه حاده قوي، لا لازم تبقى فيها شويه كيربي عشان تديها الفيمينين لوك او شكلها يبقى انثوي اكتر. جزء مهم جدا في حوارنا يخدم السياحه العلاجيه، لانه ده جزء مهم. احنا عندنا افضل ايادي مصريه، افضل ايادي في التجميل في الشرق الاوسط.